خلال لقائه مدير عام منظمة الصحة العالمية الرئيس السيسي يؤكد الحرص على التعاون مع المنظمة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر. اليوم شكري يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل. أوكرانيا تعلن استعادة 5 بلدات من القوات الروسية في منطقة خرسون، وروسيا تكشف العقل المدبر لهجوم جسر القرد. بانوراما 12 ظهرا من النيل الأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مدير عام منظمة الصحة العالمية الحرص على تطوير التعاون مع المنظمة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر، ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماع آخر بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات. كما ثمن السيد الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد أدهانوم خلال جائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة، والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لا سيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال. ومؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر، لا سيما المبادرات الرئاسية ذات الصلة إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد السيد الرئيس أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة
العالمية للمناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني، كذلك الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، كذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع. انطلقت فعاليات الندوة التوعوية بجامعة الإسكندرية لحث الطلاب وشباب الجامعات بأهمية العمل التطوعي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار سلسلة الندوات التعريفية بالجامعات المصرية والتي أطلقتها مبادرة حياة كريمة. بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تعريفية لطلاب جامعة الإسكندرية عن نشاطها وجهود متطوعيها في قوافل المبادرة الرئاسية. ما بنلتزمش بس بالمناطق المحيطة بالجامعة، لا، احنا بنمتد على كل القرى اللي موجودة تبع المحافظة الإسكندرية، وزي ما قلت لحضرتك بيمتد النشاط لأكثر من جامعة الإسكندرية، احنا بنروح كمان لحد مطروح، لحد سيدي براني، لحد السلوم، والقوافل مش طبية بس، دي قوافل طبية، اجتماعية، توعوية، شاملة كل أوجه النشاط. دورنا في جامعه اسكندريه علشان نوعي الشباب ونعرفهم ايه مبادره حياه كريمه، نقول لهم ايه الانجازات اللي حصلت على ارض الواقع لحد دلوقتي، فعلا المشاريع اللي تم انجازها من حياه كريمه، وفي نفس الوقت نتيح ليهم فرصه التطوع، لان شباب الجامعه بيبقى عندهم طبعا يعني قدرات ومهارات تطوعيه وبيشتغلوا في حاجات كتيره جدا في الجامعه تطوعيه، فحياه كريمه اكيد حابه تستفيد بقدرات الشباب. ويشارك طلاب الجامعه في عدد من القوافل الطبيه والخدميه أطلقتها الجامعة من مختلف كلياتها تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً. بالنسبة لأولادنا اللي هم بيشاركوا بالعمل التطوعي في هذه حياة كريمة واللي عددهم وصل 34 ألف شخص، كلية التجارة ذاتها فيها 46 ألف شخص، أنا كعميد كلية التجارة بقول إن دول كلهم جاهزين للمشاركة في حياة كريمة، وإن شاء الله محافظة الأسكندرية هتشهد هذا الولاد، لأن هم في دمهم العمل التطوعي كرؤساء اتحادات طلبة وككيانات موجودة قادة اجتماعيين، فبالنسبة لهم مبادرة حياة كريمة هي هتساعدهم أكتر إن هم يأثروا بس على مستوى الكلية بس ولا على مستوى الجامعة، هيبصوا على مستوى اسكندرية كلها بل وجميع محافظات مصر، فكان بالنسبة لهم الترحيب شديد جدا ليهم إن هم يستقبلوا المبادرة عندهم بل إن هم يشاركوا فيها، وأظن التطوع والإقبال من طلبة الاتحاد وغير الاتحاد للتطوع في مبادرة حياة كريمة كبير. ندوات تعريفية تثقيفية لحث الشباب على أهمية العمل والتطوع في خدمة المجتمع وتنمية المناطق الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. من جامعة الإسكندرية علاء منتصر، النيل. يستقبل اليوم وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية سايمون ستيل السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومن المقرر أن يستعرض شكري آخر الاستعدادات الخاصة بمؤتمر كاب 27 ورؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر تجاه قضايا المناخ. يأتي اللقاء قبيل أسابيع قليلة تفصل بين استضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. يعقد البرلمان العراقي غدا جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، من شأنها أن تكون خطوة أولى باتجاه تشكيل حكومة جديدة ووضع حد لعام من الشلل السياسي. أجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 أكتوبر 2021 تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في عام 2019، لكن بعد عام على ذلك فشلت أطراف الأزمة في التوصل للاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. وشهد العراق منذ عام العديد من الأزمات السياسية، وتحديدا منذ الانتخابات البرلمانية التي كانت في 10 أكتوبر 2021، حيث كان يأمل العراقيون بأن تنهي هذه الانتخابات الاضطرابات السياسية منذ عقود.
عام من الأزمات السياسية مر بها العراق، كان يأمل خلالها الشعب العراقي في عودة الاستقرار المفقود منذ عقود. في العاشر من أكتوبر 2021 توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عقدت قبل عام من موعدها الأصلي، والتي جاءت تنازلا لحركة احتجاجية هزت البلاد أواخر عام 2019 تنديدا بالفساد وتهالك الخدمات العامة. نتائج الانتخابات التي شهدت نسبة مقاطعة قوية عززت موقع الزعيم مقتدى الصدر في البرلمان، في المقابل سجل خصومه في تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي تراجعا ملحوظا. بعد أسابيع من التوتر المتصاعد التي تالت الانتخابات، نظم منصرون لتحالف الفتح اعتصاما في محيط المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقرات حكومية وسفارات غربية، محاولين في بعض الأحيان العبور إليها. وفي محاولة لتهدئة الأزمة انطلقت مفاوضات هادفة لتشكيل حكومة على أساس حل توافقي بغض النظر عن توزيع المقاعد في مجلس النواب، إلا أن مقتدى الصدر أراد تشكيل حكومة أغلبية وطنية وأن يسمي تياره رئيس الوزراء بتحالف مع أحزاب سنية وكردية. ومع بداية العام وتحديدا في 9 يناير انتخب البرلمان الجديد محمد الحلبوسي رئيسا له مجددا خلال جلسته الأولى التي شهدت مناوشات بين النواب، بينما قطع الإطار التنسيقي الجلسة، كما أخفق البرلمان في الوقت نفسه في 3 محاولات في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب. وفي محاولة لزيادة الضغط في مفاوضات تشكيل الحكومة استقال نواب التيار الصدري البالغ عددهم 73 من البرلمان العراقي، وذهبت مقاعدهم للذين حققوا ثاني أعلى نتيجة في الانتخابات، وبذلك أصبح للإطار التنسيقي العدد الأكبر من النواب في البرلمان، واختار على إثر ذلك الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني وزيرا ومحافظ سابق يبلغ من العمر 52 عاما كمرشحه لرئاسة الوزراء. وردا على ذلك اقتحم مناصرو مقتدى الصدر مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة، ودخل الآلاف من جديد المبنى مؤكدين أنهم باشروا اعتصاما مفتوحا فيه قبل أن يدعوهم مقتدى الصدر للانسحاب وإعلانه الانسحاب النهائي من السياسة وإغلاق جميع المؤسسات المرتبطة بطياره، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي الذي ربما لن ينتهي في القريب العاجل. أعلن الجيش الصومالي مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة هيران وسط البلاد. وأوضح الجيش الصومالي أن القوات المسلحة تلقت معلومات تفيد بمحاولات الإرهابيين شن هجوم على المنطقة، حيث تصدت القوات للهجوم وألحقت بالإرهابيين خسائر فادحة، مشيرا إلى مقتل 3 جنود خلال العملية. تزامنا أعلن الجيش الصومالي مقتل 4 إرهابيين من ميليشيات الحركة في عملية عسكرية في منطقة بولوكونو ومناطق أخرى في الجزء الشمالي من منطقة بلعاد، حيث ضبطت أسلحة ومركبات كانت بحوزة العناصر الإرهابية. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها استعادت 5 بلدات من القوات الروسية في منطقة خرسون الجنوبية، حيث تقود أوكرانيا هجوما مضادا أدى إلى تراجع القوات الروسية في المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها. يبدو أن أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي تلقتها كييف من الغرب باتت كلمة السر في تغيير مسار الحرب في أوكرانيا. فالرئاسة الأوكرانية أعلنت أن قواتها استعادت 5 بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث تقود أوكرانيا هجوما مضادا مما أدى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمها. من جهة أخرى أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أنها أسقطت 9 طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي تابعة للقوات الروسية فوق منطقة ميكولايف، وذلك بمساعدة الأنظمة البولندية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تلقيها أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك بمثابة عهد جديد للدفاع الجوي قد بدأ في أوكرانيا لحماية سماء البلاد.
من جهتها وعدت الولايات المتحدة بأنظمة صواريخ ناماس أردجو على أن تسلم 2 منهما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، إضافة إلى 6 أخرى كجزء من مساعدات طويلة الأجل. كما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية، وهو تعهد قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه سيطيل أمد الصراع. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لأوكرانيا بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يوم 24 من فبراير الماضي، كما فرضت مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب أفعالها في أوكرانيا. كشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن مدبر الهجوم على جسر القرم والذي وقع يوم السبت الماضي هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف. وجاء في تقرير لجهاز الأمن الروسي أنه تم تحديد 12 شخصا من المتواطئين في التحضير للهجوم. كذلك تم الإعلان عن اعتقال 8 من المتواطئين في الهجوم، وهم 5 روس و3 من أوكرانيا وأرمينيا. بعدما شنت روسيا قصفا مكثفا على أوكرانيا، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الأمن الأوكرانية بأنها وراء الانفجار، أعلنت أجهزة الأمن الروسية أنها اعتقلت 8 مشتبه بهم، بينهم 5 روس، للاشتباه في مشاركتهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي ضرب جسر القرم السبت الماضي. قالت أجهزة الأمن في بيان أنه تم اعتقال 5 روس و3 مواطنين أوكرانيين وأرمن من دون تحديد تفاصيل حول جنسية هؤلاء المشتبه بهم الثلاثة. وأضافت أنه تم إخفاء العبوة الناسفة في 22 قطعة من اللفائف البلاستيكية بوزن إجمالي يصل إلى 22.770 كيلوغراما. وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال المتفجرات في أوائل أغسطس في زورق انطلق من ميناء أوديسا في أوكرانيا إلى ميناء روسيا في بلغاريا، ثم نقلت إلى ميناء بوتي في جورجيا ليتم شحنها إلى أرمينيا قبل وصولها برا إلى روسيا. وأكدت السلطات الروسية أن شاحنة مفخخة كانت مصدر هذا الانفجار. وأشارت أجهزة الأمن الروسية لأن العبوة الناسفة دخلت روسيا في 4 أكتوبر في شاحنة مسجلة في جورجيا قبل أن تصل في 6 أكتوبر، أي قبل يومين على الانفجار، إلى كراسنودار الروسية المتخمة لشبه جزيرة القرم. أكدت الأجهزة الروسية أن الهجوم الإرهابي نظم من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، موضحة أن عميلا من كييف نسق نقل المتفجرات وكان على اتصال بجميع الوسطاء. وأدى الانفجار إلى إلحاق أضرار جسيمة بجسر القرم الذي يصل شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو ببقية الأراضي الروسية. ومع ذلك استؤنفت حركة السكك الحديدية وحركة السير بشكل جزئي على هذا الطريق الحيوي للجيش الروسي. وندد المتحدث باسم وزير الداخلية الأوكراني أندري يوسوف بالتحقيق الروسي في الانفجار الذي وقع مطلع الأسبوع، ووصفه بأنه هراء. ووصف جهاز الأمن الاتحادي الروسي ولجنة التحقيق بأنهما هياكل وهمية تخدم نظام بوتين. أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ اعتزام الحلف تسليم أوكرانيا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات في إطار تعزيز جهود الناتو في دعم أوكرانيا عبر توفير قدرات دفاعية متنوعة. هذا ومن المقرر خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة المقرر عقده غدا في مقر الناتو حشد الدعم وتنظيم عملية توصيل المساعدات إلى أوكرانيا. قال الكرملين إن تصريحات الزعماء الغربيين عن استخدام محتمل للأسلحة النووية هي تصريحات ضارة واستفزازية. وأعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أسفه لحديث قادة الدول الغربية عن الأسلحة النووية كل يوم، واصفا الأمر بأنه استفزازي.
أعلنت شركة بيرن البولندية إغلاق أحد خطي أنابيب تروكبا النفطيين اللذين يربطان روسيا بألمانيا بعد اكتشاف تسرب في بولندا. وقالت الشركة في بيان إن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي، وأن الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي، موضحة أنه جرى الكشف عن التسرب مساء الثلاثاء. ويعتبر تروكبا هو خط أنابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا، وتتم حاليا عمليات الإغاثة من قبل أجهزة الدفاع المدني الموجودة بشكل كثيف في مكان التسرب. أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات جديدة على حركة طالبان بسبب انتهاكها حقوق النساء والفتيات في أفغانستان. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان فرض قيود على منح تأشيرات لأعضاء طالبان الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في قمع النساء والفتيات في أفغانستان، موضحا أن بلاده تدعم الشعب الأفغاني بقوة وتلتزم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان. بانوراما الظهيرة مستمرة معكم، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. محكمة في ميانمار تدين الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بتهمتي فساد جديدتين. ابتزاز شخص وتهديده لاستغلاله جنسيا غصب عنه ضد إرادته، شكل من أشكال الإتجار بالبشر. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش، واتصل بالخط الساخن للمجلس القومي للمرأة 15 115. الإتجار بالبشر جريمة، مع بعض هنقدر نساعدهم، بإيدينا هنقدر ننهيها. والآن مشاهدينا نتحول إلى قراءة في أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في هذه البانوراما مع مجد القاضي. تفضلي مجد. شكرا لك ألاء، أهلا بكم مشاهدينا. أهم ما لدينا من أخبار عن الاقتصاد: مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوافق على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع المدن الجديدة. مشاهدينا مرحبا بكم، أهم ما لدينا من أخبار. أكد وزير المالية محمد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعافي الأخضر رغم قسوة التحديات العالمية، حيث اكتسب قدرا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية على نحو يدفع للاستمرار في إجراءات الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية لتوطين الصناعة والاعتماد على الناتج المحلي. وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف مزيدا من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء بما فيها الهيدروجين الأخضر. جاء تصريحات الوزير على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الإفريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع سليمان إدامو وزير المياه النيجيري لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه.
وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانات التعاون المستقبلية من خلال وضع اللمسات النهائية لبروتوكول التعاون بين البلدين في مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية وتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان عاصم الجزار على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها بجميع المدن الجديدة، وذلك للحجز الفوري من خلال الهيئة. وأوضح الوزير أن قرار مجلس إدارة الهيئة يأتي انطلاقا من المبادرة الرئاسية بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص بشكل دائم وميسر. على صعيد التداولات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار أجنبية وعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو الشراء. انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 0.29%، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.11%. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد ركودا اقتصاديا، معتبرا أن في حالة حدوثه فإن هذا الركود سيكون طفيفا جدا على حد قوله. جاء إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العالم ركودا في أعقاب الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي إلى المصارف المركزية للتحرك بحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف. وازدادت معدلات التضخم بسبب تضرر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل التوريد وتفاقم التضخم مؤخرا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار المواد الغذائية والطاقة. أعلنت المفوضية الأوروبية إبرام صفقة تمويل ثنائي الشريحة بقيمة 11 مليار يورو يتم استخدام عائداتها لدعم أوكرانيا في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي الرائد. ذكرت المفوضية في بيان صحفي أن هذه الصفقة تتألف من 5 مليارات يورو من السندات ذات السبع سنوات المستحقة في الرابع من ديسمبر 2029 وسند آخر لمدة 20 عاما بقيمة 6 مليارات يورو مستحقة في الرابع من نوفمبر 2042. سجلت عملة اليابان الين أدنى مستوى لها جديد منذ 24 عاما مقابل الدولار الأمريكي، مدفوعة باحتمالات استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم. انخفض الين إلى 145.90%، وهو المستوى الذي أجرت فيه اليابان تدخلا في شراء الين وبيع الدولار الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998 بهدف وقف المزيد من الانخفاض في العملة اليابانية. وإلى أسواق النفط العالمية، حيث عوضت العقود الأجلة للنفط بعض خسائرها اليوم إذ دعمتها المخاوف المتعلقة بالعرض نتيجة قرار مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج، ومع ذلك ألقى صعود الدولار بظلاله على معنويات السوق. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار سنتين إلى 94.27 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا ل 89.14 دولار للبرميل. عفوا مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد، وهذه عودة إلى الزميلة آلاء حامد لاستكمال الأخبار السياسية. شكرا مجدة، وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. أصدرت محكمة في ميانمار حكما بالسجن 3 سنوات على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بتهمتي فساد جديدتين، وتواجه الزعيمة المخلوعة والحائزة على جائزة نوبل اتهامات بما لا يقل عن 18 جريمة من الكسب غير المشروع إلى التلاعب في الانتخابات، وتبلغ عقوبتها الإجمالية ما يقرب من 190 عاما. من جانبها نفت سو تشي ارتكابها أيا من الاتهامات الموجهة إليها ووصفتها بأنها سخيفة.
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها نجحت في تحويل مسار كويكب عبر اختبار تاريخي للقدرة البشرية على منع جرم سماوي من تدمير الحياة على الأرض. لحظة حاسمة في تاريخ البشرية والدفاع عن كوكب الأرض، هكذا وصفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجاح مهمتها غير المسبوقة في تحويل مسار كويكب عمدا لتجنب اصطدامه بالأرض. فبعد أن وقع التصادم العمدي في 26 من سبتمبر الماضي، احتاج علماء ناسا نحو أسبوعين للتحقق من أن مسار الكويكب قد عدل عبر تحليل بيانات وفرتها تلسكوبات منصوبة على الأرض. ناسا أوضحت أن المركبة الفضائية التي تحمل اسم دارتا وهي بحجم ثلاجة اصطدمت عمدا بكويكب ودفعته نحو مدار أصغر وأسرع حول كويكب آخر أكبر حجما وأبعدته بعيدا عن الأرض. واعتبر رئيس ناسا أن هذه المهمة الاختبارية غير المسبوقة رغم هدفها المتواضع، تشبه أفلام هوليوود وتدشن عصر التدرب على طريقة دفاع البشرية عن نفسها إذا هدد الحياة على الأرض كويكب في المستقبل. وبعد الاصطدام مباشرة أظهرت مشاهد أولى صورتها تلسكوبات على الأرض والقمر الاصطناعي النانو الموجود في المركبة، أظهر سحابة كبيرة من الغبار حول الكويكب تمتد لآلاف كيلومترات. بعد ذلك كشف تلسكوبان العملاقان جيمس ويب وهابل وهما الأقوى لمراقبة الفضاء، كشفا لقطات مفصلة تظهر حركة المواد التي انفصلت عن الكويكب. ويرى العلماء أن تحليل صور الكويكب وتفاصيله تمثل أهمية كبيرة في حال اضطرت البشرية في المستقبل إلى صدم جرم سماوي أضخم يقترب من الأرض. ويعتبر عدد قليل جدا من مليارات الكويكبات والمذنبات الموجودة في النظام الشمسي خطرا على كوكب الأرض. أعلن خفر السواحل في اليونان ارتفاع عدد ضحايا غرق زورقين قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي إلى 30 قتيلة على الأقل. بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها أوروبا مؤخرا للحد من تدفق المهاجرين خاصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تزال عمليات العبور نحو القارة العجوز تثير فضول الكثيرين خاصة من الدول الفقيرة والتي تعاني من الاضطرابات. معرفة الكثير من هؤلاء المهاجرين بالمخاطر التي يتعرضون لها لم تمنعهم من خوض التجربة والوصول إلى أوروبا حيث يموت المئات سنويا في البحر. آخر تلك الحوادث هو إعلان خفر السواحل اليونانيين ارتفاع عدد ضحايا غرق زورقين قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي إلى 30 قاتلا على الأقل وإنقاذ عشرات الأشخاص في هذا الحادث، كما اعتقلت السلطات شخصا يشتبه في كونه مهربا. عندما وصلنا إلى المكان لم نعتقد بوجود أي ناجين جراء الحادث، لقد قمنا بمجهود كبير واستطعنا إنقاذ حوالي من 60 إلى 65 شخصا. في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أنقذ خفر السواحل اليوناني 1500 شخص، وهو معدل يفوق معدل العام الماضي ب 600 شخص. وغالبا ما تتهم أثينا بالإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا المجاورة، في حين تتهم أثينا أنقرة بأنها مسؤولة عن حوادث الغرق في بحر إيجا الفاصل بين البلدين. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم، وفي هذه المرة بعد أخبار الرياضة. العالم يئن تحت وطأة التغيرات المناخية وما يتبعها من ظروف قاسية مع ظهور. شكرا مجدة وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار وترويج المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط العديد من القضايا في عدد من المحافظات. حرب شرسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة، حيث تستمر المواجهات الحاسمة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في هذه الأنشطة. فوزارة الداخلية تشن حملات مكبرة على مستوى جميع المحافظات، نتائجها تساقط تلك العناصر وإحباط محاولات الجلب والتهريب. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن السويس
نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس. وتمكنت من استهدافه وضبطه وبحوزته 15,000 تربة لمخدر الحشيش تزن طن ونصف، و780 لفافة لمخدر البانجو تزن طنين، و200 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 112 مليون جنيه. لم تقتصر النجاحات الأمنية في مكافحة المواد المخدرة ومحاولات إغراق البلاد بها عند هذا الحد، فقد استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بالجيزة تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وتمكنت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبطه بمسكنه، وبحوزته 2100 تربة لمخدر الحشيش تزن 210 كيلوغرامات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 14 مليون و700 ألف جنيه. واستمرارا لتلك النجاحات، فقد وجهت الإدارة حملات أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب وترويج المواد المخدرة. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 21 عنصرا إجراميا بنطاق محافظات القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح تخصصوا في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم أكثر من 810 ترب لمخدر الحشيش، و85 كيلوغرام لمخدر الهيدرو، و15 كيلوغرام لمخدر الهيروين، وكمية تزن أكثر من كيلوغرام من مخدر الآيس، وأكثر من 3000 قرص مخدر، وكميات من مخدري الأفيون والكوكايين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 12 مليون و700 ألف جنيه. ومع استمرار المواجهات الحاسمة التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وجهت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وبمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لاستهداف عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة بأسيوط، وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو تزن قرابة 3 كيلوغرامات وأربع بنادق آلية وطلقات نارية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه. ومع تواصل الجهود الأمنية لتجفيف منابع المخدرات بهدف حماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان، فقد وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدة حملات أمنية مكبرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لاستهداف مروجي المواد المخدرة من يستغلون التجمعات الطلابية والشبابية لترويج سمومهم القاتلة. ونجحت هذه الحملات في ضبط 85 قضية متنوعة بلغ عدد المتهمين فيها 95 متهما، بحوزتهم 45 كيلوغرام من مخدر البانجو وقرابة 17 كيلوغرام من مخدر الحشيش ونحو 9 كيلوغرامات من مخدر الهيروين و4 كيلوغرامات من مخدر الاستروكس وأكثر من كيلوغرام من مخدري الآيس والكوكايين وأكثر من 5000 قرص مخدر ونحو 3000 قرص وأنبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 3,900,000 جنيه. وقد لاقت هذه الحملات إشادة كبيرة من المواطنين لدورها في الحفاظ على الشباب والمجتمع من أضرار وتداعيات المواد المخدرة، كما أنها تؤكد على اليقظة والجاهزية والاحترافية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة والحفاظ على البلاد من آثار تلك السموم القاتلة.
بات العالم تحت رحمة التغيرات المناخية التي تزداد ضراوتها يوما بعد يوم، خاصة مع اشتداد التأثيرات والكوارث الطبيعية المصاحبة لتلك التغيرات وآثارها على مظاهر الحياة اليومية. العالم تحت وطأة الطقس السيء مع تصاعد الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية في كارثة باتت أكثر شدة مع تصاعد الاحترار المناخي، فلم تمر أياما قليلة على الانتهاء من أعصار إيان أكثر الأعاصير دموية في الولايات المتحدة، حتى ضربت العاصفة الاستوائية جوليا دول أمريكا الوسطى وأودت بحياة العشرات. وقد تشكلت العاصفة كارل بعد يوم واحد من فقدان الإعصار السابق جوليا لقوته في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي للخليج في المكسيك. ومع فيضان الأنهار في السلفادور أعلنت السلطات حالة تأهب من الدرجة البرتقالية في جميع أنحاء البلاد، وقامت بتفعيل وحدات الإنقاذ وبعمليات إجلاء وقائية في المناطق الشديدة الخطورة، كما تم فتح 80 ملجأ للوقاية من العواصف. وإلى هندوراس المجاورة حيث توفيت امرأة عندما جرفتها الطيارات وتوفي 3 أشخاص عندما غرق قاربهم. وفي غواتيمالا تم إدراج 2 في عداد المفقودين وتم نقل 2 إلى المستشفى، واضطر حوالي 1300 شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب المياه، وتم إغلاق بعض الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار. من غواتيمالا إلى بنما سجلت السلطات تساقط أمطار غزيرة رافقتها رياح قوية ألحقت أضرارا بالطرقات ودمرت منازل وجسور، وأطلق الدفاع المدني إنذارا من الدرجة الصفراء. ويتلاشى الأمل في فنزويلا بشأن العثور على ناجين في الانهيار الصيني، حيث تواجه فنزويلا هطول أمطار استثنائية منذ الشهر الماضي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، كما تسببت في انهيارات أرضية في لاس تخرياس الواقعة على سفح جبل ألحق الضرر بأكثر من 1000 منزل. وعلى الرغم من استعادة خدمات الكهرباء والهاتف المحمول فإن المياه ما زالت مقطوعة. ومع تصاعد المخاوف من الكوارث الطبيعية لم يصبح مكانا في العالم بمنأى عن الآثار المدمرة لتغير المناخ. والآن مشاهدينا ننتقل على الهواء مباشرة لمتابعة كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى أسبوع الطاقة العالمي.